حاضر؟ يلا. أوكي. شو الشيء اللي بتندم عليه وبتعتذر من حالك لأنه عملته؟ أنا يمكن هاي أول مرة بقول هاي القصة. أنا كنت مدمن كازينو. كازينو؟ وهذا الغلط الوحيد اللي عملته بحياتي وبحق حالي يعني. وهلأ يعني عم ستوب، عملت بلوك بكل العالم مو بس يعني بلبنان. بلبنان وبرات لبنان عملت بلوك بكل شيء. أنا بحترم اللي قلته فعلاً. تعتبرها عادة سيئة وبتندم عليها؟ طبعاً يعني ما بنصح أي حدا حتى لمجرد التسلية إنه يعملها. كتير ضيعت، كتير ضيعت وقت وجهد ومال وتفكير والحقيقة الحمد لله طلعت منها يعني الحمد لله. صرت مدمن يعني لفترة؟ فترة طويلة. بلشت عن عمر صغير أو يعني يمكن ما كنت صف تاني؟ لا بس يعني بالجلة كنا. أخذوا الكلاوي، أخذوا البسمة، فرحة. أصبعك ليك أصبع هذا. لا موجود هذا. شو خسرتك على كل الأصعدة العادة السيئة؟ تخسر كتير طوني، بيضيع وقتك، بتشتت افكارك كلها، بتصير معك مركز غير بشيء، انك انت بس بدك تعوض الشيء اللي راح و و و بتخسر كثير شغلات الحقيقه. يعني بس تسافر على بلدين، خاصه بس تسافر بفوتوك لتشوف الكازينو. في اشياء بالكازينو غير اللعب اكيد. صح. في استعراضات الكازينو مدينه ببرات لبنان يعني. انا ما اشوف الا الروليت يعني. في ناس بتفوت تشوف الجمال هيدا، بتشوف الطاولة بس. بتصير أيام تشوف الأرقام يعني، مثلا تشوف نمرة سيارة 29 يقول يلا اليوم بيضرب على 29. معوس بالأرقام صرت. بصير مثلا اليوم لابس الشورت الأحمر، الشورت الأحمر ليش ما لبست الشورت الأحمر؟ إيه بصير هيك، بصير واحد مثل المجانين. إجر فيه ليش جيت يا أخي، ليش جيت؟ خسر طبعا. بننصحكم تشوفوا الكازينو بالاستعراضات والجمال تبعهم كان بلبنان أو برات لبنان وبس، وما توقعوا فيها لأنه من أبشع الأشياء. صحيح. السؤال الثاني، خيانة تسببت بطلاقك من زوجتك الأولى، تبت؟ أنا؟ الخيانة، أنت اللي عم تحضرنا. هو؟ الخيانة، أنت جزار. الخيانة تسببت بطلاقك من لطيفة. يا فيك تجاوب؟ يا فيل يا ريب. صح. ما في حل. شو؟ بتحب لطيفة؟ فيل. قوم شرف. شرف فضل. يا شرف. هو يشرف نحن. بدنا سمعتني شو قلت لك بالآخر، تبت؟ ما سمعت سؤال. أو الخيانة. إلي السؤال. إيه إلك. إلي. شو هو السؤال كان؟ طلقت بسبب الخيانة. لا ما طلقت أنا بسبب الخيانة. مخي ومخها ما ركبوا مع بعض يعني، ما كان في كيمياء بيناتنا، ما كان في تفاهم بيناتنا، وفي كتير هيك أسباب من ضمنها هيك شغلات بسيطة. اكتشفت الشيء بعد الزواج إنه ما شفته قبل الزواج مثلاً؟ مش ما أنا وأمي عرب ما كتير كانت فترة الخطبة طويلة بيناتنا، ودايما هي كانت مسافرة وأنا مسافر بحكم أنا شغلي وهي بحكم إنه كانت عم تروح على السويد. وتأكدت من عدم الاتفاق هيك من بعد الخيانة أو قبل الخيانة؟ لا عن جد ما يعني أنا ما كتير يعني ما خنت. ما خنت.